ومعانا كمان هنا الكشر طبعا ما شاء الله سمكة الكشر اهي. سعرها كام الكشر ده؟ عامل 80 جنيه. اسعاره حلوة جدا عند اسماك العاصي بحلقة السمك بسوق السويس، وده لوت سوق الانصاري بالسويس. وده ايه؟ لوت. ده لوت حسن غير ما هي كذا بسيطة شبهه قوي. كذا فصيلة شبه العروس. لوت شبه العروس بس ده فصيلة تانية خالص. فصيلة تانية بكام اللوت ده؟ عامل 70 لوت ب 70 جنيه. الواحدة وزنها قد ايه مثلا؟ كيلو ونص اتنين. كيلو ونص اتنين. ده بلدي؟ الحاجات اللي موجودة عنده كلها بلدي. وفي هنا ده بوري. بكام البوري؟ ده ب50. البوري احسن ولا الدبارة؟ الاتنين زي بعض. هو عامة البوري الدبارة اساس البوري، هي فصيلة واحدة. انا على فكرة بحب الدبارة جدا يعني رغم والله جد كل صغيرة بتبقى دبارة، اما بتكبر بتبقى دبارة. امتى بتبطرخ؟ شهر 5. بالنسبه للبوري اسف شهر 12. في شهر 12 بتبطرخ. السمك الكبير بقى اللي هو الشعور بيبقى شهر 5 وشهر 6. ده في شهر 5 يعني الايام دي بيبقى مبطرخ كله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.